قبل أن نبدأ في الفيديو الممتع، نرجو الضغط على زر الاشتراك ليصلك جديدنا أولا بأول، ولا تنسى أن تضع لايك إذا أعجبك هذا النوع من الفيديوهات. طبقا للإحصائية الصادرة في مارس عام 2016، فإن الأشخاص الذين يعيشون على سطح كوكب الأرض بلغ عددهم 7.4 مليار شخص. ولكن هل سألت نفسك يوما ماذا سيحدث إن عشنا جميعا بما فيهم أنت ومشاهدي هذا الفيديو معنا؟ كم سيكون حجم هذه المدينة وإلى أي مدى سيكون علينا أن نعيش متلاصقين؟ دعنا نتوقف لبرهة لنفكر في المكان الذي نعيش فيه جميعا. 60% منا يعيشون في آسيا، بينما يعيش 16% في أفريقيا، و10% في أوروبا، و8% في أمريكا الجنوبية، و5.5% في أمريكا الشمالية، ونصف بالمئة في أستراليا والمنطقة الأوقيانوسية. وعدد قليل جدا من الأشخاص تم تسجيلهم في تعداد السكان الخاص بالقارتين القطبيتين. لذلك فإن أول ما يجب علينا فعله هو اختيار المكان الأمثل الذي يمكن نقل جميع الناس للعيش فيه. هناك 50.5% من تعداد سكان العالم يعيشون في مدينة واحدة، فعلينا إقناع 49.5% الباقين بالانضمام إليهم. سوف ندعي أننا استطعنا جمع سكان العالم جميعا معا في نفس المكان لبناء مدينتنا الجديدة. دعنا نرى بعض الأمثلة الواقعية التي تشرح كيف سيكون شكل حياتنا إن عشنا معا جميعا. سنغافورة هي المدينة الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم، تبلغ مساحتها 710 كيلومتر مربع، وهذا يعني أن كل كيلومتر مربع يعيش فيه 7605 أشخاص. وتعد سنغافورة دولة في مساحة مدينة، وهناك العديد من المدن الأخرى الأكثر كثافة سكانية منها، مثل وسط منهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية، تصل كثافة السكان فيها إلى 26,000 لكل كيلومتر مربع. هذا عدد كبير من السكان يعيشون في مكان واحد. ولكن لا زال في جعبتنا المزيد، فالمدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر في العالم هي مانيلا في الفلبين، حيث تجد 41,515 شخصا يعيشون في كل كيلومتر مربع. لكن تعداد السكان في مانيلا منخفض إلى حد ما، حيث يصل عدد سكانها إلى 1,780,000. وترجع الكثافة السكانية الشديدة لأن السكان يعيشون معا في مكان صغير جدا. والمكان الأكثر كثافة سكانية في العالم ستجده هناك في مترو العاصمة اليابانية طوكيو، حيث يتركز فيه ما يقرب من 36,923,000 شخص. ولتضع في حسبانك إلى أي مدى يصل حجم طوكيو، سوف أريكم مثالين لتوضيح هذه النقطة. أولاً، هذه صورة للمملكة المتحدة، وهذه النقطة المظللة باللون الأحمر هي خط مترو لندن. وإن كنت تظن أن خط مترو الأنفاق في لندن ضخم، فهذا هو خط مترو طوكيو المظلل باللون الأزرق، إنها حقاً ضخمة جداً. بالانتقال للمثال الثاني، هذه الصورة لوسط مدينة طوكيو، وإن قمت بإبعاد الصورة لترى تفاصيل أكثر، وبالنظر لموقع مترو الأنفاق فيستحيل أن تميزه. بالانتقال لصورة أخرى والتي تريك الحجم الحقيقي لطوكيو كما تم تصويره من الطائرة، في هذا المكان الذي ترى صورته يعيش نفس عدد السكان الذي يعيش في قارة أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ مجتمعين، أو ما يساوي 0.5% من سكان العالم يعيشون في مدينة واحدة. لذلك لا زال لدينا 95.5% من سكان العالم تقلق بشأنهم، ولا زال لدينا القدرة لنجد مكانا أصغر بكثير يتناسب مع حياة سكان العالم جميعا في مكان واحد. في عام 2016 كانت الكثافة السكانية الأكبر لعدد سكان يعيشون في مكان أصغر من أي مدينة معروفة، وهو بالطبع ضاحية دارافي بمدينة مومباي بالهند. ويتمركز السكان في الضاحية الفقيرة دارافي، والتي هي في الأساس منطقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 2.17 كيلومتر مربع. وإن فكرنا في منطقة بذلك الحجم وقمنا بمقارنتها بحديقة سنترال بارك في نيويورك، فسنجد أن ضاحية دارافي تبلغ فقط 64% من مساحة سنترال بارك، أي أنها لا تتخطى ثلثي مساحتها. في هذا المكان الصغير يعيش ما يقرب من 700,000 إلى 1,000,000 شخص. بحساب متوسط تلك الأرقام نجد أن هناك 392,705 أشخاص يعيشون في كل كيلومتر مربع. هذا الرقم هو أعلى عدد أشخاص يعيشون في كيلومتر مربع واحد في العالم حاليا. وفي الفترة الأخيرة وتحديدا منذ الثمانينيات حتى الآن، كان من أكثر الأماكن إثارة للرعب في نفوس المصابين برهاب الأماكن المغلقة والضيقة هو أكبر مدينة في الكثافة السكانية في العالم، وهي مدينة كولون والد والتي تقع هنا في هونغ كونغ.
ولنقرب لك الصورة عن ما سنتحدث عنه، هذه صورة حقيقية للمدينة عام 1997، ويمكنك الحصول على حجم تقديري للمدينة عن طريق النظر لملعب كرة السلة هنا على يمين الصورة، أو بالنظر للقاطرات على يسارها، وتبلغ المساحة الكلية لتلك المنطقة التي يتركز فيها كل تلك المباني 26% كيلومتر مربع فقط. طريقة أخرى لنتخيل إلى أي مدى يبلغ ضيق تلك المنطقة على ساكنها هي أن نضع 3 ملاعب كرة قدم أمريكية جنبا إلى جنب، وستكون مدينة كولنوالد أكبر منهم بقليل، مما يعني أننا إن أردنا حساب الكثافة السكانية في تلك المنطقة سنجد أنه هناك 1.2 مليون شخص لكل كيلومتر مربع، مما يعني أنهم يعيشون ملتصقين إلى ذلك الحد كما هو مبين في هذه الصورة، وهذا الرقم هو الحد الأقصى للعيش في مكان واحد الذي قد سبق تسجيله في العالم كله. الآن لديك فكرة جديدة عن التعداد السكاني العالمي وكيفية توزيعه. أولاً دعنا نتخيل أمراً غير مريح. لنأخذ على سبيل المثال مدينة نيو أورلينز بلويزيانا، والتي تبلغ الكثافة السكانية بها 784 شخصاً لكل كيلومتر مربع. وإن نظرنا لتلك الصورة سنجد أن مدينة نيو أورلينز تساوي في مساحتها مساحة الولايات المتحدة. وإن انتقلنا للكثافة السكانية لمدينة أوستن بتكساس سنجد تلك المدينة التي تساوي مساحتها مساحة أستراليا مع جزء إضافي عليها. سنحاول هنا أن نوزع المساحة التي يمكن لكل شخص أن يعيش عليها بالتساوي بين سكان العالم، سيتم نقلهم إلى شيكاغو. في هذه الصورة سنجد أن مدينة شيكاغو تساوي مساحتها مساحة دولة إيران. دعنا نقلص الأمر أكثر، مقارنة بالكثافة السكانية لسنغافورة فإننا يمكننا أن نجمع سكان العالم أجمع في كل من ولاية تكساس وأوكلاهوما ونيو أورلينز مجتمعين، وستكون الكثافة أقل بقليل من الكثافة السكانية الموجودة في نيو أورلينز وحدها، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنقلص الأمر أكثر. بمقارنة الكثافة السكانية بمنهاتن سنجد أننا بصدد مدينة في نفس مساحة دولة الإكوادور التي تقع في شمال أمريكا. وإن أردنا أن نحصل على نفس الكثافة السكانية لمدينة مانيلا فإننا يمكننا أن نضع سكان العالم في مدينة ميزوري الأمريكية، ولكن سيكون الأمر أكثر رعبا لمصابيرها بالأماكن المزدحمة، وستكون مدينتنا العالمية المنشودة بنفس الكثافة التي رأيناها في ضاحية دارافي بمومبي التي تبلغ مساحتها نفس مساحة ولاية نيوجيرسي. وأخيرا لنصل للحد الأقصى العالمي للكثافة السكانية فيمكننا إنشاء مدينتنا العالمية المنشودة بنفس الكثافة السكانية لمدينة كولنوالد، ويمكن حينها جمع سكان الكوكب كله في مدينة بنفس حجم دولة فلسطين والتي تبلغ فقط نصف مساحة مترو طوكيو. لنضع كل تلك المساحات المختلفة معا لنحصل على أفضل رؤية ممكنة. أولا نحن معنا مدينة بنفس كثافة مدينة نيو أورلينز متبوعة بأوستن فشيكاغو فسنغافورة ثم منهاتن ثم مانديلا وضحية دارافي وأخيرا مدينة كولنوالد. فكرة أن نعيش معا في نفس المدينة في أي من الأماكن التي ذكرناها فكرة ستكون غريبة وستجعلنا نترك الكثير من المساحات الفارغة في العالم.